السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا موقع جديد، موقع النهارده يا شباب يونيون فاينانس دوت نت. موقع النهارده يا شباب بيدينا تقريبا من 1.2% ل 1.7% لمدة 20 يوم، بعدين فلوسك بترجع لك. الموقع ده شبه موقع أمد أصل لو تعرفوا، تمام؟ هنا طبعا الشات بتاع الموقع، لو عايز تكلم الموقع من هنا بتكتب لهم اللي انت عايزه هنا يا شباب، وبعدين بتكلمهم والدعم بيرد عليك على طول، يعني في خلال ثواني بيرد عليك، تمام؟ دي واحدة بس عشان النت بطيء شوية، فنستنى الانترنت يحمل ونرجع له. شباب هنا بيقولك سبسكرايب تو اور سوشيال نتوركس، يعني دي قناة اليوتيوب والتليجرام والانستجرام والفيسبوك، وبيقولك هنا شكرا، تمام؟ هنا ده التليجرام بتاع الموقع يا شباب. لو عايز تسجل في الموقع بتدوس على كلمة ريجستريشن من هنا، وبعدين تعمل كده على تدوس على كلمة ساين اب. بيدخلك هنا يا شباب، بيخليك بيقول لك تكتب الرقم التليفون والايميل. هنا الايميل بقى ممكن ما تكتبش رقم التليفون، ممكن تكتبه، فانت بتكتب مثلا الايميل كده وتكتب @gmail.com، وهنا your mail، تمام؟ وهنا رقم التليفون بتاعك تسيبه فاضي عادي، وهنا الباسورد وتعيد الباسورد وتدوس ساين اب بالفيس والجوجل، تمام؟ بس عشان انا مسجل في الموقع فتدوس على كلمة ساين ان من هنا كده على طول يا شباب، وتدخل الايميل. تمام. دلوقتي يا شباب الموقع هيدخلنا ويعمل لنا ريدايركت للواجهة بتاعة الموقع او الداشبورد. نستنى الشباب لو حد من الموقع يحمل، تقريبا ده بطء من الموقع لان الموقع لسه جديد او من الانترنت، انا بصراحه مش عارف. طبعا زي ما احنا شايفين كده في الافيلبل فونز معانا $50، تمام؟ نعمل سكيب تور. لو عايز تعمل ريبلش او تعمل ايداع في الموقع او تزود فلوسك في الموقع، بتعمل من هنا كده شباب، او بتعمل اماونت. مثلا انا عايز اودع $20، تيجي كده هنا تكتب مثلا $60، وتختار عندك بير وبرفكت وبيتكوين وسيريوم بريبل وسيريوم كلاسيك ومونر وزيت كاش ولايت كوين ودوك كوين وبيتكوين كاش ودهاش وترون يو اس دي تي. يعني في حاجات كتير في الموقع. هنا الاوبن ديبوزيت، لو عايز تفتح او تعمل ايداع في الموقع دوس على كلمة اوبن ديبوزيت من هنا. انا شباب هعمل ايداع بقيمة $49 يا شباب، ندوس هنا كده بيستمنت وان بلينز يو على شباب، تمام؟ هنختار هنا بيقول لك جي اقل خطة، عايز تعمل ايداع $100، اقل حاجة $100، والماكسيموم هنا $1500. بيقول لك 1.7% لمدة 30 يوم، وفينا كذا خطة زي ما شايفين. وهنا أقل حاجة لتاني $10,000، هنا أقل حاجة $1500، تمام؟ هنا الشير اند بونز دي بقى الأقل، أو يعني تقعد وقت أقل وكده بفلوس أقل، تمام؟ نيجي هنا وبعدين دي الستوكس، وهنا الستوكس التانية، وفي 4 خط ستوكس. هنا بيقول لك الربح هيكون 124%، فاعمل ستارت ايرنينج من هنا، تمام؟ تمام يا شباب. فاحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده معانا $49.90. فهنيجي من هنا كده نكتب 49 هنا 90 سنت، تمام؟ وبعدين نعمل سبسكرايب. لما نعمل سبسكرايب هيلاقي ان احنا اتعمل لنا الايداع بنجاح زي ما نشوف دلوقتي. طبعا انا عملت سحب بقيمة 10 سنت. طبعا السحب في الموقع ده مش اوتوماتيك او مش استاتلي، لا هو بياخد وقت او مانوال، تمام؟ فهنشوف يا شباب اول ما السحب يوصل لنا ان شاء الله هنقول لكم. فزي ما شايفين كده يا شباب عندنا الستوكس هنا بيقول لك البروفيت انفستد لحد دلوقتي يا شباب هيكون $49.90، والبروفيت يعني بعد كل حاجه او
بعد ما 20 يوم يعدوا هيكون معانا 11.98 دولار، وهي الأوتكم يعني بيقول لك 50 دولار أو 49.99 دولار اللي عدتهم دول هيرجعوا لنا 61.88 بعد 20 يوم. بيقول لك الإكسباير هيبقى يوم 17/2، يعني بالظبط بعد 20 يوم. طب يا شباب دلوقتي عندنا هنا سيتنجز، لو عايز تحط المحفظة بتاعتك بتاعت البيتكوين او البرفكت ماني او البير او كده، انا حطيت محفظة البير يا شباب، وان شاء الله هكون هحط محفظة البرفكت ماني وكده قريب. تمام كده احنا يا شباب خلصنا تقريبا كل حاجة تتعلق بالسحب والايداع. تمام هنيجي هنا بقى، لو عايز تعرف الايداعات الخاصة بيك او اللي عندك زي ما شايفين كده بيقول لك ده الايداع بتاعنا وفي الخطة دي. تمام هنا الشباب لو عايز يعمل open new deposit بتدوس هنا وبتختار الديبوزيت اللي انت عايزه او الخطة اللي انت عايزها. هنجي هناك يا شباب على الهوم، يعني يا شباب في ال available funds دلوقتي على 10 سنت هم رجعوها تاني، فاحنا تقريبا اقل حاجة للسحب هي 1 دولار، فاول ما يوصل لنا ربح شباب من الايداع هنعمل سحب من الموقع ونقول لكم. تمام هنا بيقول لك ده ديبوزيت بروفيت يعني ارباح الايداع، وهنا ارباح الاحالات، وهنا بيقول لك توتال اللي انا عملت له ايداع في الموقع، وهنا الوزدرو توتال السحبات. تمام عندك هنا شباب دي الخطة اللي عندنا، وهنا بيقول لك كل ديبوزيت عايز تشوف الإيداعات بتاعتك كلها، وهنا النيو ديبوزيت عايز تشوف الإيداع، وهنا شريط أخبار بيقول لك أسعار العملات وكده، يعني هنا أسعار عملة الـ XRP الـ XMR الـ USDT الـ Zcash وعملات تانية كتير. تمام هنا النيوز بتاعة الموقع، وده الخط الساخن أو التليفون بتاع الموقع، ودي الفيسبوك والانستجرام والتليجرام واليوتيوب بتاع الموقع، notifications لو الموقع بعت لك اي اشارات او كده، وهنا الاكونت لو انت عايز تعدل اي حاجه. تمام وعايز تعمل ايداع او تعمل سحب او تغير في السيتنجز، ف احنا هوريك الشباب كيفيه الايداع بالبير دلوقتي، لان البرفكت ماني واقفين طبعا، يعني انتوا عارفين انا بستخدم البرفكت ماني اكتر حاجه، ولكن انا دلوقتي مش هعرف استخدم البرفكت ماني، فمثلا عايز استخدم 100 دولار تكتب 100 وبعدين تبصر كلمه ريبلش. تمام تختار البير من هنا، انت اول بنك اللي انت عايز تستخدم بيه. تمام ما انت تدوس على كلمة باي، هو شباب هيحولك على طول على هنا، لك عايز تستخدم اليو اس دي ولا اليورو ولا الروبل ولا البيتكوين. تمام رجع كده على واجهة الموقع، زي ما شايفين كده شباب الموقع بيدفع كل حاجة، الموقع لسه جديد يعني لو مش بيدفع أكيد مكنتش نزلتلكوا عنه، وأنا شايف ليه إثباتات سحب كتيرة جدا على اليوتيوب والتليجرام وكده. فا أنا طبعا جاي رسالة على جيميل بيقول لي إن ال في إيداع اتفتح يعني الموقع، عايز أقول لكم شباب كمان إن البرفكت ماني في مشكلة في البرفكت ماني، فأي حد عنده حساب على البرفكت ماني وعليه فلوس يعني مفيش مشاكل، هو بس في مشكلة وان شاء الله يعني هتتحل قريب زي ما هم قالوا على الفيسبوك بتاعهم. فاي حد عنده مشكلة في البيرف ماني فدي حاجة عادية جدا، لانهم السيرفرات بتاعتهم او السيستم بتاعهم وقع. تمام وبكده يا شباب نكون خلصنا الفيديو، عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس طبعا يا شباب هو بيقول لك هنا في كريت 1 مينيت فيديو، يقول لك انك بتفتح فيديو وانستجرام بوست، فبيقول لك لو عندك فوق 2000 فولورز هتاخد 10 دولار، لو عندك من 1000 فولورز تاخد 4 5، لو 500 3 دولار، ولو 200 تلاتة. تمام فهنا بيقول لك بونص انفايت فريندز بانترز اند ان اذر ديبوزيت. تمام تيجي هنا هيقول لك الافلييت بونص، يعني هتشوف هتاخد كام كوميشن من الموقع. تمام ده البونص بيقول لك اربح يعني لحد 10 دولار كل يوم. تمام هنا بيقول لك البونص هيخلص بعد يوم ب15 ساعة و28 دقيقة و24 ثانية. تمام هنا لو بعد لو انت عملت كده بتحط اللينك الفيديو هنا، وهم على طول يا شباب
بيبعتوا لك الفلوس على الاكونت بتاعك في خلال 72 ساعة. تمام اوكي شباب، نكون خلصنا الفيديو. عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.